مسؤول الحمد لله يا ربي. راه شوف مش بالسهل ما كي تدخل تورنوا كوبارا تدخلها بديفات وبعديك تلقى روحك تجير دي ماتش الحقيقه نيفو كبير الحقيقه باش ما نكذبوش. عندنا مدايد على الريتم وعلى النيفو هذايا زمالك كويت الكويت اللي فرق معناها فيهم برشا اسامي برشا لاعبين كبار. انت تعرف معنا اليوم النيفو نتاع اللاعبين هذوما اليوم راهو سي با فاسيل باش تكون عامين وثلاث سنين بعيد على النيفو نتاع الفرق هذه فجأة تلقى روحك معناها في كونفرونتاسيون معاهم لازم الاحتكاك هذاك باش تلقى الريتم. اليوم الحمد لله معناها بعد التور الاولاني ظهر اليوم ريتم اللي رغم اللي فما شويه صعوبات لكن الحقيقه اون ايتي اون تران دو جيري نوتر ماتش اون جيري لي سيركونستانس على الماتش حتى معنا الكلوب رجعت شويه اون سوجيري لي مومون هذوكم ديفيسيل في الماتش بقينا ديما اون افون عرفنا كيفاش ندوروا زاد الافكتيف الحقيقه اللي دخل من البنك تعاون هذه الفرصه نتاع الترجي التونسي هذه قوه الترجي الحمد لله اون دوميني لو ماتش اونكور اون فوا 6 بوان دو سكور مازال هذا كله حكايه فارغه قدام الخطوه اللي مازالت اللي هي تيتر ماك تعرف جمهور الترجي يستانس بالالقاب نجم تربع 10 دربيات تربع 10 دومي فينالات دخلت الفينال ما تهزش عباره ما عملنا شيء عندنا خطوه مازالت لازمنا نركزوا ماتش توفي على روحه فيكتوار مشات على روحها نرجعوا للبيول نتاعنا نركزوا سي كونسونتر عندنا اون فينال ان شاء الله نستناو شكون يجينا ان شاء الله من بين الزمالك والكويت الكويتي اون فاسو بريباري كونفيرابلومون ان شاء الله ويا ربي يوفقنا ان شاء الله. الحمد لله الحقيقه بعد البليسيور في المنتخب رجعت عشت فتره صعيبه برشا خاطر من رجوعي من البليسيور نلقى روحي في كوبا لا في جمعيه كيما الترجي ما تعرف الجوار حتى مازال ما رجعش 100% ديما اش فما اش بيه علاش كيفاش فما برشا كلمات الحقيقه نتاع نيفو ناس ساعات ما تعذرش اللي جور من بليسيور لازم فتره باش يرجع يتاقلم باش يلقى لي روبير نتاعو اليوم الحمد لله الواحد لقى لي روبير رجع الكونفيونس 100% نحب نشكر عائلتي على الوقفه الكبيره اللي وقفتها معايا في المده الاخيره راهو جور بسيكولوجيكمون بعد بليسيور راهو يحب لها برشا خدمه برشا قلب وبرشا مخ باش ترجع النيفو في كومبيتيسيون اللي تي اونشين لي ماتش ما عندكش وقت نتاع في عقلك وحذر ومازال نشكر اصحابي زادا والستاف نتاعنا الحقيقه اللي في وقت كيما هكا تلقى اصحابك الحقيقه هذه هي اش معناها جمعيه واصحاب واخوات عايشوا مع بعضنا في الترجي في وقت كيما هكا لقيت الناس لقيت برشا محبه من الجمهور برشا تزان من اصحابي ومن الجمهور ومن الناس الكل اللي دايره بيا نحب نقول لهم يرحم والديكم وميرسي بوكو على الكونفيونس حتى كي كنت ماهيش في فورما برشا ناس دازت معايا اليوم رجعت الكونفيونس وهذه اقل حاجه نجم نرجعها لهم في التيران بالنيفو اللي وريته اليوم الحمد لله. زيد كي تبدا خاسر الكلمات الكل اللي يقول عنده الحق الناس الكل تجي تتكلم كي تبدا خاسر لازمك تبدا خاسر مع اي جمعيه يقول لك هذيك احسن فريق في العالم احنا جو كروا ترجعوا ترجعوا للستوريك احنا والزمالك عمرها ما كانت مباراه سهله حتى كي نخسروا مع الزمالك ولا نربحوها ديما برولونغاسيون في اخر الماتش ان بوان دو بوان هذاك سكور هذايا لو تحب ولا تكره احنا ونا با اون دو ريتم الحقيقه باش ما نكذبش عليك في الماتش الاولاني كنا بعد شويه سي نورمال كيما كنت نحكي قلت لك فما دي زيكيب وفما دي تورنوا لازمهم ريتم الريتم لازم تشدوا باللي ماتش هذوكم باللي ماتش الكبار هذوكم تعرف كيفاش دوري كيف تعرف كيفاش جاري دي مومون دو ستريس دي مومون دو ديفيكولتي اليوم عشناهم الحمد لله اليوم ان شاء الله اليوم ورينا كيفاش هنا سوجيري اللي هما هذوما ان شاء الله ربي يوفقنا مازالت خطوه الكلام بعد الفينال ان شاء الله.